حين كانت الإذاعة هي وسيلة الإعلام الأوسع انتشاراً، كانت الصور الغنائية أحد أهم ملامحها، وكان المصريون يلتفون حول أجهزة المذياع في المقاهي والبيوت في انتظار ما تقدمه لهم الإذاعة من صور أصبحت مع الوقت تحفاً فنية لا تضاهى. في تلك الصور الغنائية وصل الخيال إلى أقصى درجة تفاعله، حيث كان المستمع ينسج بخياله ما لا ينقله الأثير من أحداث، ويندمج في عالم من الحلم والجمال لا يخرج منه إلا بانتهاء الصورة، في انتظار رحلة جديدة من التحليق في دنيا الفن. لم تكن الصور الغنائية إذن مجرد حواديت لتمضية الفراغ، بل كانت وسيلة لإثراء الخيال وزيادة الحصيلة المعرفية وغرس القيم النبيلة ومحاربة الظواهر السلبية. لذلك لم يكن غريبا أن يحولها المجتمع إلى سلوك عملي وواقع معيش. اليوم ورغم طغيان ثقافة الصورة على المشهد، يظل أولئك الذين عاشوا تجربة الصور الغنائية وشاركوا بخيالهم في رسم لوحاتها يرددون عباراتها. بأمرها في عدد السنين 50 عوف الأصيل، لونه جميل وردي، دوق الدندورما، دوق الدندورما مصحوبة بموجات متتالية من الحنين إلى ذلك الزمن الجميل.